خبر مؤسف عن الفنانة المصرية بسمة وهبة منذ قليل في المستشفى وسط حزن كبير من أسرتها والنجوم. نشرت الإعلامية المصرية بسمة وهبة على حسابها الخاص في إنستغرام مقطع فيديو سجل في منزل والديها في السعودية، وظهرت خلاله بينما تعلق إحدى الممرضات المحاليل الطبية لها تحت إشراف أحد الأطباء المصريين في جدة. وكشفت الإعلامية المصرية بسمة في حوارها مع الطبيب إنها لا تخاف من تعليق المحاليل، خاصة في ظل وجود والديها وابنيها عبد الرحمن وعبد العزيز، موضحة إنها تعاني التهابا في الجيوب الأنفية لكنها أصيبت بالتهاب في المعدة نتيجة الإفراط في تناول الفيتامينات بسبب خوفها من التقاط العدوى بفيروس كورونا المستجد. وأضافت أن طبيبها في الولايات المتحدة الأمريكية منعها من تناول الحمضيات، لكن مع ظهور أزمة فيروس كورونا بدأت بتناول أقراص الفيتامين سي بجرعات كبيرة يوميا. وأوضح الطبيب المعالج لبسمة وهبة إنه يتوجب عليها التوقف عن تناول الفيتامين والاستعانة بأقراص الزنك والخضروات، مشيرا إلى إنه جهز غرفتها بكل ما يلزم من معدات طبية بسبب رفضها الذهاب إلى المستشفى. وقالت الإعلامية المصرية بسمة وهبة إنها فكرت في نقل إقامتها إلى غرفة في إحدى المستشفيات على أن تمارس حياتها بشكل طبيعي، بحيث تخرج من الغرفة ثم تعود إليها قبل حلول المساء، لكن ابنيها رفض الفكرة مشيرة إلى انزعاجهما خلف الكاميرا من إعادة طرحها للأمر. وفي نهاية الفيديو حذرت بسمة متابعيها من الوقوع في الخطأ الطبي نفسه، متمنية لهم دوام الصحة والعافية.